أوروسكوب مع داليا. بونجور. بتقول ماريا روبنسون: لا أحد يستطيع العودة إلى الوراء والبدء من جديد، ولكن بإمكاننا أن نبدأ من جديد مرة أخرى الآن بهدف خلق نتيجة جديدة. يعني أصدقائي، من الصحيح جدا أنه ما حدا بيقدر يرجع بالزمن لتغيير الأعمال اللي قام فيها، ولكن كل شخص منا بيقدر يغير حاضره بسبب الخبرة اللي اكتسبها من الأمور السابقة. أما هلأ خلينا ننتقل للأبراج، والبداية مع برج الحمل. تنفتح أمامك مناسبة مهمة للتعبير عن قدراتك ومواهبك المميزة، وبتفاجئ الكتار بطريقة سباقة. بمر الشريك ببعض الظروف والأوقات الصعبة، وبتكون دايماً حاضر لمساندته والوقوف بجانبه عند أول اختبار. برج الثور. تعطي أحسن ما عندك لعملك وبتطور أمور كتيري، ولكن بيكون عليك بنفس الوقت تدريب بعض زملائك لمساعدتك عند الحاجة. ترفض اقتراحات الحبيب حول القيام بمغامرة جديدة بعيدة عن مكان إقامتك بسبب اختيار المكان الخاطئ. برج الجوزاء. بتعيش يوم هادي، والفضل بعود لزملائك اللي بقدموا لك يد المساعدة، بيكونوا على أتم الاستعداد للتجاوب مع احتياجاتك. تستعين بعقلك وقلبك للتعامل والتفاهم مع الشريك حول موضوع عم بيسبب المشاكل لعلاقتكن، وأكيد اختيارك هو الخيار الصحيح. برج السرطان. تنتظرك عناوين مهمة وكبيرة للمرحلة المقبلة، ولكن الإنجازات الكبيرة بتتطلب بعض الوقت، فما تتسرع، فأنت على الطريق الصحيح. بيشهد الوضع العاطفي جدال وخلاف ما بيلبث إنه يزول، وبتصير الأجواء أكثر إيجابية، تفاهم وتناغم. برج الأسد. تتمتع بصفات جيدة بتوضعك بخانة الناجحين، الأمر اللي بيرفع رصيدك، ومن أهمها صفات القيادة والقرار السليم. تنجذب لشخص ناضج بتعتبره مرجع إلك، وبتثير علاقتك فيه بعض الحساسيات، فانتبه من جرح مشاعر الحبيب. برج العذراء. بشكل اليوم محطة حاسمة ومهمة بمسيرتك المهنية، حيث بتحدد مستقبلك العملي وطريقة تطويره. تتميز علاقتك بالحبيب بالاستقرار والثبات بفضل التنسيق المتواصل وتبادل الآراء بشتى المواضيع. برافو. برج الميزان. ما تغامر وانتبه من المواجهات مع زملائك بالعمل، استخدم أسلوبك الذكي بإقناع الآخرين بوجهة نظرك بطريقة دبلوماسية. بيحتاج الشريك لبعض الثقة من قبلك وعدم إحاطته بالغيرة ووضعه بقفص صغير. برج العقرب. تشعر بالضياع والاحتيار حول اتخاذ قرار معين، بينصحك الفلك بدراسة الجوانب القانونية المالية وتلك اللي بتتعلق بالأمان لتقدر توصل للحل. تتحسن علاقتك بالشريك بعد المشاكل الأخيرة، وبتكون قادر على إزاحة الروتين، المطبات والعوائق من طريق حبك. برج القوس. بتكبر البزنس الخاص فيك، وبتنسى أنه عم ياخد منك كل الوقت المخصص لحياتك الاجتماعية والعائلية. حاول الجمع بين نجاحك المهني والعاطفي أيها القوس، فغياب أحد العناصر بيسرق منك السعادة الحقيقية. برج الجدي. تبذل جهود كبيرة لتحقيق أهدافك، الأمر اللي بيعود عليك بالفائدة بالمجالات المادية والمعنوية كافة. تستاء من بعض تصرفات الشريك، وبدل مصارحته بالموضوع بتتفادى مخاطبته، الأمر اللي بكهرب الأجواء. برج الدلو. تنفتح أمامك أبواب الشهرة والنجاح، وأنت بتتمسك فيها وبتحاول اقتناص كل فرصة دون ترك تضيع من إيدك. برافو. بتقضي يوم مريح وقلبك سعيد ومطمئن، وبتكتفي بوضع راسك على كتف الحبيب لنسيان همومك. برج الحوت. حان الوقت لتنتفض على الكسل وتوقف على إجريك من جديد، فأنت إنسان مجتهد ومثابر وقادر على تحقيق الإنجازات الكبيرة. قلبك دقاته خفيفة، والأسباب ما هي إلا قشور تافهة، ركز على الأسس للحفاظ على علاقة صحية. على أمل تكون كل أيامكم خير وسعادة، بترككم بألف خير، وبعطيكم موعد جديد يوميا من التنين للجمعة بنفس الوقت. أوروسكوب على الشرق الأوسط 1450 AM.